انت علوي علوي يا شلونك بالقابل ما يموت. السلام عليكم مشاهدي متابعي قناة السفاح الرياضية، هذه تحيتي نهاد الروديني، أحييكم من أرضية ملعب المرتضى في مجمع الأحسان السكني في افتتاح بطولة شهداء العراق الكروية التي نظمها الكباتن علاوي بافون وجبوري القريشي، حيث يلتقي فريق شباب الجوية القادم من منطقة التأمين بقيادة الكابتن حمود جوية يلاقي أصحاب الأرض والجمهور شباب المرتضى. طبعا مباراة بتغطية قناة السفاح الرياضية وصوت المعلق جليل التميمي، ابقوا معنا وملخص كامل. نعم محبة المشاهدين والمتابعين، نبدأ بأول لقاءاتنا مع منظم بطولة شهداء العراق المقامة على أرضية ملعب المرتضى في مجمع الأحسان الكابتن جبوري القريشي. أكيد قمة كروية اليوم يشهد الملعب افتتاح بطولة شهداء العراق، راح يتواجه فريق شباب الجوية وأصحاب الأرض والجمهور شباب المرتضى. كلمة لجهة المنطقة وكذلك الفريقين وهذا الجمهور الحاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك كابتن نهاد كل الشكر والتقدير لحضورك هذا الافتتاح الجميل بين شباب حمود جوية شباب المرتضى، وأشكر لجنة مجمع الإحسان لحضورهم هذا الافتتاح الجميل إن شاء الله، وكل الشكر والتقدير إلى المعلق جليل التميمي. و ان شاء الله هاي بطوله شهداء العراق متكونه من 16 فريق. كابتن الغالي 16 فريق، تكلمنا عن الفرق التي اشتركت بالبطوله، هل هناك فرق خارج يعني ناحيه الوحده من بغداد او الاطراف؟ والله الفرق المشاركه من جسر دياله، من الخالصه، من قريه 10، من 9 نيسان، من الخنساء، هي هاي الفرق المشاركه هنا. هذه البطوله من تنظيم يعني اداره الملعب المرتضى وكذلك ايضا اشراف لجنه مجمع الاحسان. طبعا شيء اكيد هذا. كلمة أخيرة إذا عندك شيء ضيفه؟ أتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله للفريقين. زين، خل نسأل لماذا تم اختيار شباب الجوية وأصحاب الأرض وجمهور فريق المرتضى؟ أنا أقول لك شباب الجوية فريق شاب طموح، أتمنى لهم كل التوفيق، يعني فريق مرتب، يعني شو ما نقول فريق مرتب. شباب الجوية يعني ناس رياضيين إن شاء الله. وحدك من تطب ميدان عدوك فيلاقي شوفك دخول الفريقين إلى أرضية الملعب. بكم العراق، والآن يتفضل مسؤول النشاط الرياضي. هذا
الفداوي وسيد طهطال الحسن ومسؤول النشاط الرياضي الكابتن علاء جاسم والكابتن ضياء عاصي والاخوه الحاضرين كابتن كريم جاسم وكل الاخوه الحاضرين من جماهير ورياضيين في مجمع ملعب الاحسان الرياضي. والان الى المباراه الافتتاحيه بين فريقي من على أرضية ملعب الإحسان الرياضي والتغطية الإعلامية الرائعة لقناة السفاح الرياضي بقيادة المتألق دائما محبوب الجماهير نهادي السفاح تلعب الكرة إلى حارس المرمى علي بوظون. علي باليد إلى مصطفى ناني. ناني للأمام لمسة جميلة نشأت ماستر وفريق كرر أطرق الله حلوة تسلس ميمون بول الله كرة جميلة لعلي سلطان سلطان جول خطأ خطأ الله حلوة لي مصطفى حلوة لي تغطية الإعلامية خطرة الله تغطية الإعلامية لقى مباراة البطولة الشهداء العراق من على أرضية ملعب الإحسان الرياضي خطأ لياسر هيثم حكم المباراة شايف الحالة قريب أنور شاكر أنور الملعب علي بوظون يشير لحكم المباراة يقول له ضربة هدف حلوة لي بوظون علي الحارس المميز لشباب المرتب في هذا اللقاء علي باليد تعبر خط النص ضربة راس من نشأة الرياض وما زال التعادل السلبي مخيم على جوا هذا اللقاء خطأ حكم المباراة كابتن أنوار يشير خطأ لصالح فريق شباب المرتب أبو حلوة مندي ود مندي لاعب اول من جهه اليسار الى جهه يمين احمد جول الله حلوه ما هو حكم ما تقول ما بيجي ياسر حلوه نشأت الله اللي دخل ماستر اللي دخل والله الماستر لو كانت في الهدف لكان في كلام جميل لقناه السفاح الرياضي اللعب الكره ممتازه هجمه سريعه لشباب المرتضى مصطفى صلاح مصطفى جول خطرة الله قبل بداية المباراة وكان السؤال إلى عن هذا الحارس قال هذا حارس مميز يا كابتن جليل في هذا اللقاء وفعلا سامر عباس الحارس المميز في هذا اللقاء شكر وتقدير لقناة السفاح الرياضي على هذه المعلومات الجميلة خطأ في جهة اليمين لصالح فريق شباب الجوية تلعب سريع الكرة للنشاط نشاط وإلى خارج أرضية صلاح مصطفى صلاح طيب من ميمون جاسم ونشاط ما زال كرة بحوزة مصطفى العب يا حبيبي يا مصطفى مصطفى صلاح طيب منك هذا مصطفى حسين هيثم لمسات جميلة حلو هيثم تزيد حلوة خطرة بعد خطرة جول الله كرار بمواجهة الحارس سامر عباس حلوة سلامات لسامر سلامات لسامر سلامات لسامر مصطفى صلاح قول الله 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 يا صلاح الله يا صلاح حلوة تسديدة جميلة مصطفى صلاح قريب من ميمون وخط ميمون وخط ضربة حرة مباشرة في مكان جميل لصالح فريق شباب المرتضى مصطفى صلاح تعادل السلبي بدون أهداف بين فريقي شباب المرتضى نعم أحبتي المشاهدين والمتابعين لقاءاتنا مستمرة الآن نلتقي بمدرب شباب المرتضى نعم الكابتن سجاد الكعبي أكيد شاهدنا شوط أول لا يلبي مستوى الطموح والشوط الثاني هو شوط المدربين إن شاء الله شكرا لكاميرا السفاحة الرياضية اللي متواجدة بمجمع الإحسان الملاعب كلها الـ11 الخماس وطبعا قناة رائعة ومتألقة دائما شوط أول كان يعني صح لا يليق بالجمهور نعم ميلان كفى للمرتضى صح لكن لمسات أخيرة أهداف ماكو كرة القدم أهداف طبعا كرة القدم أهداف لكن هم مواليد كلها 2000 ويعني 2003 وين كان كابتن؟ اي فيراد لهم يعني بعد مجهود إن شاء الله شوط ثاني راح أشوفه مغاير جماهير مجمع الأحسان تنتظر نتيجة المباراة وأرجع وأقول لك شوط الثاني هو شوط المدربين ماذا توعد هذه الجماهير؟ ان شاء الله فايزين ان شاء الله نعم. راح اشوف شوط مغاير يعني يختلف عن الشوط الاول كلمه الختام بما انه انت رياضي بارز ومميز ماذا تحتاج الرياضه في مجمع الاحسان
طبعا الرياضة في مجمع الإحسان تحتاج هواي، خصوصا يعني الاحترام، طاعة اللجنة طبعا هاي من ضروريات النجاح. اي رقم ضروريات النجاح ان تطيع اللجنة، اذا اطعت اللجنة انت انتصرت. وجاي نلاحظ ما شاء الله تطور رائع، شبابنا كلها متفاهمة وواعية. لكم كل التوفيق وقناة السفاح الرياضية اول الداعمين لمجمع الإحسان. والله نشكرك كل الشكر والتقدير كابتن. تحياتي كابتن، شكرا. حسين هيثم من مرتبة بقناة السفاح الرياضية، مرتبة بشباب مرتبة، المدرب قال اني اوعد جماهير المرتبة مجمع الاحسان بالفوز خلال الشوط الثاني. هل سيكون الرد اقوى لمحمد زوية؟ هذا ما سترونه خلال هذه اللقاءات الجميلة خلال اللقاء الله على تهديد الاول لشباب المرتبة. هذا ما اكدوه لقناة السفاح الرياضية خلال الاستراحة بين الشوطين، وانما هو الثاني. إلى جهة اليمين الله يا محمد، حلوة لي بوفون حارس المرمى، تسديد قريب منه صلاح، مصطفى صلاح هجمة ونشأت مؤمل، ميمون جاسم خط هاك المباراة في بطاقة صفراء الأولى في هذا اللقاء، بطاقة صفراء من حكم مرات أنور شاكر، في بطاقة صفراء المن حمراء، لا لمين لمندين عبود مندي يخرج في الحمراء، ما اعرف والله يا جماعة، يعني السفاح ما ادري الحالة شنو اللي حصل. حكم مباراة بعد التشاور مندي اللاعب الافضل في هذا اللقاء، قول الله اللاعب المميز في هذا اللقاء، الرائع لمباراة اليوم في اللعب الكرمنتازة. محمد نشأت تنقطع من مصطفى ناني، ميمون جاسم، مصطفى ناني يقود هجمة سريعة لصالح شباب المرتضى، خطرة جول الله يا سلام، هذه خطرة جول، جول البديل مؤمل صلاح يسجل الهدف الأول في هذا اللقاء، والله حلوة قناة السفاح تلعب هذه الحالة والحركة الجميلة، الحركة الجميلة لقراءة سورة الفاتحة، ترفع القبعة لشباب المرتضى، حلوة لمؤمل البديل في الشوط الثاني اللي وعد المدرب، وعد السفاح وقال له احنا ناويين على الفوز في هذا اللقاء يا كابتن نهاد، وفعلا البديل مؤمل صلاح يسجل الهدف الاول بعد طرد عبود مندي، يعني الجهة اليمين والله فرغت يا جوية يا حمودي جوية، هل من بديل لهذا اللاعب المتفرغ؟لاحظ الهدف الجميل لقناة السفاح، التصوير البطل مسجل الهدف الأول في هذا الحكم، بطاقة صفراء لعبد السعيد مع عبود، قلتك فايزين هنا سامر عباس حارس المميز في هذا اللقاء، اليد بالخطة الخطأ حسن مهند صلاح، ميمون جاسم، ميمون بطاقة صفراء مين ياسر، لياسر مؤمل صلاح، قول لا تلعب بالنار يا حبيبي، لا تلعب بالنار أمام مؤمل صلاح يا حسن. أين نجوم السلام السابقين؟ كريم جاسم، حياة جاسم، على عواد، متفلحي، كامل مهدي، نجوم ضياء عاصي، صفاء عاصي، خمسة دقائق، نعم يا صفاء، خمسة دقائق، هل الجوية يعودون لأجواء المباراة أم تبقى النتيجة على حالها وضربة ركنية؟ أخيرا ضربة راس حلوة، حكى المباراة ارتقاء هجمة سريعة وحارس المرمى بوفون، حلوة الياسر، إلى اللمسات الأخيرة، الأنفاس الأخيرة في هذا اللقاء، مرتضى سعيد، حسن فلا، حلو حسين يلعب كرة، مؤمل صلاح يلعب كرة، خطير مؤمل، جول الله، حلو يسطر على نشأته، كرر.
تلعب الكره ممتازه. حسن فلاح، حسن نشاط رياض يلعب الكره مكرر وتنقطع الكره رميه جانبيه لصالح فريق شباب الجوله. بعد الكره داخل ارضيه الملعب وضربه ركنيه حلوه حلو ضربه ركنيه ثواني الاخيره خارج ارضيه الملعب ومطالعه لساحه الكابتن انور شاكر. تلعب الكره داخل منطقه الجزاء هزمه سريعه ممتازه يسيطر حسن فلاح. حسن وين يا حسن؟ كره الى خارج ارضيه الملعب الثواني الاخيره هل ستنتهي هذه المباراه بهدف المتالق مؤمل؟ وفعلا يصفر طاقم التحكيم لهذه المباراه. مبروك للمرتضى وحظافر للجويه في اللقاءات القادمه. شكرا لقناه السفاح، شكرا لكل الحاضرين، شكرا للطاقم التحكيمي الرائع، شكرا للفريقين الذين قدموا مباراه جميله تستحق الثناء والتقدير، شكرا للجنه الاحسان الرياضيه وكل الاخوه الحاضرين. نلتقيكم في لقاءات اخرى مع اجمل تحياتي جليل التميمي معلق هذه المباراه.